السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين. معكم المهندس حسين الفيسي. جولة جديدة من جولاتنا في العاصمة الإدارية الجديدة. في بداية الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو أنت أول مرة تشاهدنا. اللي قدامنا في الصورة ده الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة. ده كده مبنى الجامعة الكندية في العاصمة الإدارية الجديدة. كل ده كده نطاق الجامعة زي ما حضراتكم شايفين في الصور كده. الجامعة قصاد منها على طول مدينة المعرفة اللي عليها الصورة الناحية التانية دي في الصورة. دي مدينة المعرفة مساحتها 200 فدان، فيها الجامعة المعلوماتية، هيكون فيها أكبر مراكز تدريب التكنولوجيا المعلومات في مصر، هيكون فيها مراكز بحثية، هيكون فيها مراكز ومقار للشركات الخاصة بتكنولوجيا الاتصالات في مصر وفي العالم كله. هينقلوا هنا ان شاء الله، في يعني في جهود ان هم ينقلوا شركات كبيره خالص هنا في المنطقه دي كده. قصاد منها على طول اللي في الصوره اللي هناك ده الطريق الدائري الاقليمي. ده الطريق الدائري الاقليمي العربيات ماشيه عليه. ده احنا موجودين غرب الطريق الدائري الاقليمي. دي كده الجامعه الكنديه. دي مش الجامعة الأولى ولا الأخيرة في العاصمة الإدارية الجديدة. العاصمة الإدارية الجديدة فيها جامعات كتيرة جدا. في جنب مننا هنا قريب عند حي المقصد في الجامعة الأوروبية، في الجامعة الألمانية عند منطقة البرج اللي هيكون في الاتجاه الآخر، في ظهرنا في حي الآر 2 جامعة العاصمة الدولية. ده كده الجامعة الكندية. الصورة دي الجامعة الكندية. طبعا المكان لسه مخلصش فيه شغل. دي بوابة خاصة بالجامعة المعلوماتية او مدينة المعرفة. زي ما قلت لكم مدينة المعرفة 200 فدان، مساحة كبيرة جدا. دي الجامعة الكندية في الصورة اهي. الجامعة حاليا شغالة، فيها طلبة، فيها هيئة تدريس، فيها شغل يعني شغالة. بالإضافة إن في إنشاءات في المنطقة الفاضية اللي في ظهرها. زي كده مبنى الجامعة الكندية. طبعا لو ينفع إن أنا أدخل كنت دخلت، لكن للأسف مش هينفع أدخل لأن لا طالب ولا من ضمن هيئة التدريس ولا عندي شغل. ده كده الطريق الدائري الإقليمي قدام حضراتكم الناحية التانية. ده كده السور بتاع الجامعة الكندية. للأسف الشمس ضربة في وشنا فمش قادر. دي كده زي ما انتم شايفين الجامعة على ربو عالية كده شوية، فمن جوه المنظر بتاعها جميل جدا. الموقع بتاعة الجامعة بالتحديد هي موجودة شرق الحي الساكن ار 3 وغرب الطريق الدائري الاقليمي. يعني كده هنا الناحية دي الطريق الدائري الاقليمي، في الجهة الأخرى الطريق الحي الساكن ار 3، قدام مننا ده حي المال والأعمال والجامعة المعلوماتية أو مدينة المعرفة. كده الجامعة الكندية اهي.
بعدها على طول مدينة المعرفة، يكون فيها الجامعة المعلوماتية وأكبر جامعة خاصة بتكنولوجيا المعلومات في مصر. من هنا كده ممكن تشوف مدينة الفنون والثقافة الناحية التانية. تظهر من هنا، بس للأسف الجو بره حر جدا، فالصورة ممكن ما تكونش واضحة يعني بالظبط. الجو درجة حرارة عالية جدا على فكرة هنا. كل الصور اللي قدام اللي احنا ماشيين جنبه ده، دي مدينة المعرفة، تشمل على الجامعة المعلوماتية وفيها أكبر مراكز بحوث خاصة بتكنولوجيا المعلومات في مصر. حي المال والأعمال ظهر في الصورة كده بوضوح. دي مباني الجامعة المعلوماتية، مراكز البحوث، مراكز التدريب. زي ما قلت لكم متوقع إن في شركات كبيرة وعملاقة اللي هنا المقرات بتاعتها هنا في المكان ده اللي قدام حضرتكم ده. ده كده محور بن زايد الشمالي في الصورة ده قدام حضراتكم. اللي هناك ده كده مدينة الفنون والثقافة، مدينة الفنون والثقافة ودار الأوبرا. احنا في الجهة المقابلة لينا من طريق دائري الإقليم. أنا بحب أصور كل حاجة وهي لسه بتتعمل في بدايتها على الطبيعة، حاجة للتاريخ يعني، حاجة أنا بحب أوثقها لنفسنا للتاريخ. ده كده محور بن زايد الشمالي أهو. بصراحة جميل جدا.
على الرغم من الجو حر جدا، الناس شغاله برضه زي ما انتم شايفين في الصوره كده. زي ما قلت لكم مساحتها 200 فدان، يعني مساحه كبيره جدا. الفدان على فكره 4200 متر عشان الناس تبقى عارفه احنا بنتكلم في ايه. مساحه كبيره جدا جدا. ده كده هنا البرج الايقوني وحي المال والاعمال قصاد منها على طول. برضه في الاتجاه المقابل هنا كده ده الحي السكني ار 3، وفي بوابه هتكون للمدينه على قصاد الحي السكني ار 3، وفي بوابه باتجاه الجامعه الكنديه. طبعا مدينة المعرفة بتنفذها شركة السعدة للمقاولات، يعني من الشركات المحترمة اللي واخدة شغل كتير في العاصمة الإدارية الجديدة. ده كده منطقة البرج الأيقوني. طبعا الشمس ضربة وفي رطوبة عالية في الجو، فالصورة مش واضحة أوي على فكرة. ده الحي السكني ار 3. طبعا احنا كنا صورنا هنا اكتر من مره، وان شاء الله نبقى نصور برضو تاني اخر تحديثات للمنطقه هنا وصلوا ليه. هنا الجامعه المعلوماتيه او مدينه المعرفه وصلنا لهنا. احنا كنا صورنا هنا من 3-4 شهور، المنظر مختلف تماما عن ما كنا صورنا. يعني الناس ترجع للفيديو القديم مدينة المعرفة وتتفرج وتشوف الدنيا كان عاملة ازاي، دلوقتي بقت عاملة ازاي. كل دي مدينة المعرفة قصاد الحي الساكن ار 3 هنا كده. كل ده سور خاص مدينة المعرفة. سكني ار 3. ده كده المكان اللي احنا كنا بدأنا تصوير قصاد من عنده. هنا الجامعة الكندية الصورة، وهنا البوابة الخاصة بمدينة المعرفة، وفي الآخر في الوش على طول كده ده الطريق الدائري للطريق. ياريت لو حد عنده أي سؤال أو أي استفسار يكتبها لنا في التعليقات. الناس ما تنساش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.